هي قصه بتبقى في الناس اللي جايه من بره، المتربي في النادي الاهلي بقى له 3 4 5 سنين، الموضوع بالنسبه له ما بيبقاش كده خالص وكله بيساعد بعضه، بتبقى جايه من الولد اللي جاي من بره، لما بيخش وسط المنظومه ويشوف زمايله اعتقد الدنيا بتبتدي تهدى معاه شويه بشويه، بنكلمه يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم، هكذا كنتم من قبل فمن الله عليكم، لما بتقعد تنصحه مره في الثانيه في الثالثه كلنا خطايين وكلنا هنغلط وكلنا هنحاول نحاسب من طريقتنا في التعامل سواء في الكوره او بره الكوره، غالبا كل معظم لعيبه النادي الاهلي المتربيه في النادي الاهلي نفسيتها بتبقى كويسه شويه، وده نتيجه لان هم بيعاشروا ناس اكبر منهم عندهم خبرات، حتى الاولاد اللي موجودين القدام بيبقوا شاربين مبادئ النادي الاهلي، اعتقد ان قصه التنمر دي مش عندنا قوي، هي بتبقى في الولد لو جه من بره او جه من نادي تاني او جاي لسه جاي في اختبارات بيبقى لسه مش قادر يتحكم فيها او جاي بيهزر مع زمايله مش عارف ان دي فيها جزء من السخريه، بس بالوقت الحمد لله الولاد بتفهم وبعد كلام من الناس اللي موجوده والناس الكبيره الولد الحمد لله بيقاوم بنعرف نقومه يعني. دي اهم حاجه لان دوت الجزء اللي احنا بنعلم بيه وبندي سلوكيات للولد يبقى عارفها كويس وما يقدرش ان هو ممكن يعملها، ممكن تعمل له مشاكل بينه وبين زمايله، ممكن ولد يتاثر بيها نفسيا، الحاجات دي كلها مهمه جدا. بالنسبه لزياده التنمر طبعا او الاقرب احنا بنقولها كده بالبلدي ان ما حدش يعير حد، ممكن ولد يبقى وزنه زايد شويه، ولد يبقى غصب عنه، يعني بمعنى ان احنا ما عندناش في القطاع او قطاع الموهوبين ان لعيب يبقى وزنه زايد، لعيب يبقى عنده حاجه، عنده اعاقه، ما بتحصلش على اساس ان ايه ما تبقاش تدي مجال ان ولد ممكن يعاير ولد، ولكن اوقات بتحصل مثلا بيبقى غصب عن الولد، ولد مثلا جات له اصابه قعدته فتره طويله فبيبدا ممكن زياده وزن شويه، ممكن الحاجات دي كلها، فاللعيب لازم او زميله لازم يخلي باله قوي من معاملته معاه، الولد في الوقت ده بيبقى حساس شويه. يبقى حاسس ممكن ان وزنه زايد، عنده مشكله نفسيه، إن قاعد في البيت فتره طويله، بعيد عن التدريبات. احنا دايما بنحسها للاولاد حتى عن طريق بالنسبه لل مش الظاهره دي بس، اي ظاهره ممكن تعمل قلق نفسي للولاد احنا دايما بنحاول نتجنبها وبنحس الولاد على دايما العادات الاسلاميه طبعا بتاعتنا ان ما فيش حد عاير حد، ما حدش يعني يبقى عنده حقد او غل على زميله، حتى لو واحد اوقات ولد بيلعب ولد ما بيلعبش، نسبه بالنسبه للمشاركه في المباريات دايما بنحس بيها، ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال حب لاخيك ما تحب لنفسك، حاجات مهمه جدا في الدين الاسلامي لازم بنزرعها للولد، لان احنا ما بنعلمش كوره بس، احنا بندي سلوكيات وبندي التزام وبندي اهتمام بالدراسه، حاجات كتير جدا بنساعد فيها ولي الامر، ما بيبقاش ان هو جاي التمرين عشان احنا نمرنه كوره بس، لا مش ده الهدف بتاعنا، في اهداف تاني كبيره جنبيها لازم الولد يتعلمها في السن ده. فحته التنمر او التريقه ديت بتبقى صعب ان هي تكون موجوده عندنا يعني، واذا وجدت يعني احنا بنحاول نحلها مره واثنين وثلاثه وبنبعت لولي الامر، بنبعت مامته وباباه نحاول نحلها، بنشوف ايه الظروف، يمكن يكون عنده حاجه في البيت، عنده مشاكل او كده، بنحاول نصلح منه. والله اذا ما كانش فيه بنرفع الامر بقى لكابتن جمال المشرف هنا او كابتن فتحي مبروك رئيس الجهاز، وبنحاول نتعامل مع الحاله ديت يعني ان شاء الله. يعني احنا طبعا في السن ده بيبقى في بعض الحالات حتى في الولاد الصغيره تقريبا هما مبيبقوش فاهمين كويس قوي النقطه دي ايه، لو في حد مثلا عنده ظاهره التنمر دي فزمايله صغيرين مش فاهمين، فممكن يحصل تجاوزات شويه من بعض الولاد، فطبعا احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحد من النقطه دي والظاهره دي بالنسبه للولاد يتريقوا شويه بتاع، فبنقعد مع الولاد نتكلم معاهم، زميلك مثلا بيبقى عنده مشكله ما ينفعش تتريق عليه، ما ينفعش ان انت تعيب عليه، وطبعا ده بيبقى بالتعامل برضه مع ولي الامر، ان احنا زي ما قلت لك المرحله دي بتبقى دايما تعليم، حتى ممكن تعليم بره عن الباسكت خالص، انت بتعلم كل حاجه، بتعلم اساسيات ممكن الحياه كمان مش لازم بس باسكت يعني، فانت برضه بتعلمه ان انت لا زميلك انت تساعده وتقف جنبه وما تتريقش عليه، ده برضو اعتقد ان هو بيبقى نوع من العلاج برضو. والله يعني هي ظاهره طبعا هي لا منبوذه مش مقبوله في المجتمع المصري، لكن هي موجوده، لكن احنا في النادي الاهلي هنا بنعلم الولاد ازاي يحب زميله، ازاي مفيش حاجه اسمها تكبر على زميلك، الانتماء للنادي، ازاي تحب فريقك، ازاي تحب التيشيرت بتاعك، دي حاجات كلها يعني بنلبسها في الولد ابن النادي، ووريدي ابن النادي دوت التيشيرت بتاعه والنادي بتاعه اهم حاجه عنده في 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 في, في وجوده في النادي الاهلي، فديت ظاهره بننبذها، واولا في حته تبقى
مشاكسه في الولد، لكن مش بتوصل لدرجه ايه التنمر، هو يبقى شقي. الشقاوه ديت مطلوبه برضه في الرياضه، لازم الولد يبقى شقي بحيث ان هو ايه يتحرك هنا وهنا، لكن مش توصل ان هو يبقى اجريسيف مع زميله ويبقى يضرب بعض يوصل للعصبيه والحاجات دي. لا لا، احنا بنمنع الموضوع دوت، ودايما بناكد على الاولاد ان انت زميلك اخوك في الفرقه بتقعد مع اكتر ما بتقعد مع اخوك في النادي في البيت، لازم تحبوا بعض وكلنا تيم وورك مع بعض، كلنا عمل واحد وكلنا فرقه واحده. فهي ظاهره منبوذه اولا من القياده العليا للعاملين للمدربين للعيبه، فهي ظاهره الحمد لله يعني مش متواجده عندنا في ابناء في نادي الاهلي الحمد لله.